مشاهدينا وحلقة خاصة جدا النهاردة من واشنطن دي سي ومع المؤتمر الخامس لمنظمة التضامن القبطي. الحقيقة المؤتمر كان على يومين، كنا امبارح في الكونجرس او الكابيتال هول وكان معانا كتير من الكونجرس مان، وهنحاول ان شاء الله نعرض لحضراتكم مقتطفات من الكلام المهم جدا اللي اتقال. المؤتمر عنوانه ما بعد الربيع العربي ومسيحية الشرق الاوسط ما بين الاضطهاد والتمييز. كان فقرات المؤتمر متعددة جدا الحقيقة، هنحاول اثناء يعني حلقتنا النهارده ان احنا نستعرض مع حضراتكم اهم السيشنز او اهم الفقرات اللي كانت في هذا المؤتمر العام. لسه المؤتمر ما خلصش، فاضل له النهارده ان شاء الله باقي اليوم، لكن احنا حبينا ان احنا نستعرض مع حضراتكم الموضوعات الهامه واهم الحضور الموجودين، ناخد مع بعض لقاءات واجزاء ايضا من المؤتمر النهارده، وعشان برضو الشعب نقدر نقول المسيحي في كل الشرق الاوسط يعرف ان قد ايه في ناس كتير مهتمه بالمعاناه، معاناه مسيحي الشرق الاوسط في ظل الحكم الحالي، في ظل الربيع العربي اللي قالوا لنا عليه ان هو ربيع وفي للاسف طلع خريف يعني، لكن ان شاء الله يعني نحاول نشوف المجهودات اللي كل واحد بيعمل مجهود علشان خاطر حضراتكم، عشان خاطر نبقى معاكم، عشان خاطر فعلا نحل المشاكل اللي بتواجهوها. مشاهدينا مشاهدي قناة الكرمة، احنا مع حضراتكم في المؤتمر الخامس لمنظمة التضامن القبطية تحت عنوان مسيحي الشرق الأوسط بعد الربيع العربي ما بين الاضطهاد والتمييز. معانا ويسعدنا جدا يكون معانا الأستاذ عادل جندي رئيس منظمة التضامن القبطي، ونعرف قد ايه المجهودات اللي بتكون وراء تنظيم هذا المؤتمر وايه هي المحاضرات الهامة والحضور الهامين ايضا اللي كانوا معانا في المؤتمر. برحب بحضرتك أستاذ عادل معانا. نقدر نعرف من حضرتك الأول، أنتوا ده المؤتمر الخامس، إزاي بدأت الفكرة وإيه أهمية المؤتمرات؟ علشان كده احنا بنقول سنة ورا سنة دلوقتي بنعمل مؤتمر عن مسيحي الشرق الأوسط. هو الفكرة هي مرتبطة بالتكوين السنوي أو الذكرى السنوية للتكوين المؤسسي، ابتدت من سنة 2010 في صيف 2010، وكان جزء من الأفكار بتاعت إن احنا نجتمع سنويا نجيب الناس النشطاء ونقرب الناس عشان يبقوا نشطاء ونعمل من أنحاء العالم. كنت سيدتي عندنا أعضاء في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في أستراليا، فبنجمع بنحاول بقدر الإمكان، طبعا مسافات بعيدة، في يعني هي مشكلة الأباط التشتت في جميع أنحاء العالم، الميديا الحديثة بتساعد إلى حد ما، لكن التواصل الشخصي والتواجد مع بعض وتبادل الأفكار والحميمية والمشاركة مع بعض بتساعد، فإحنا بنبذل جهد كبير جدا وناس كتر خيرها بتيجي من كل حتة عشان هتشارك معنا. فبما أن الناس جاية طبيعي ما يكفيش ان احنا نيجي نقعد نكلم بعض، احنا جزء تاني من استراتيجيه تاني من كابتك سيراتي نبطل نكلم نفسنا ونقعد نسمع في التلفزيون ونلطم، لازم نتكلم الى العالم بلغه العالم. فالمؤتمرات دي ابتدت بالتدريج بتتحسن شويه شويه مع في كل سنه ازاي نتوجه للعالم بالرساله. العالم قريه صغيره دلوقتي، حكايه التدخل ومش تدخل كله بيتدخل في بعض، وكل الناس بتشارك وكل الناس بتعرف ايه اللي بيحصل في كل حته تاني وبتضغط على بعض، يعني دي اساليب التفكير بانه ما نكلمش الاخرين على مشاكلنا، ده اساليب ترجع للخمسينات والستينات. النهارده العالم قريه واحده وكله بياثر على بعضه، كله بيتاثر بعضه، وجزء من كبير جدا من اللي بيعمله من اللي بنعمله بي بي بيفيد مصر في النهايه، لانه احنا مش احنا مجموعه يعني مش اللي بيطلق عليهم في مصر بعض الاحيان المتطرفي اكبر المهجر، لا احنا مجموعه عقلانيه عندنا سياسه محدده، عندنا افكار وتوجهات، يعني بنعارض الاشياء اللي تتناقض مع مواثيق حقوق الانسان، بنؤيد الاشياء المصلحه في مصلحه مصر ومصلحه الاقباط، فاحنا منضبطين وعقلانيين في تصرفاتنا وفي افكارنا واعلاناتنا مع الجميع. فارجع تاني حكايه المؤتمر ده، المؤتمر الخامس طبعا زي ما بقول ان مش كفايه الناس بتوعنا يجي، بنجيب ناس تانيين، لانه في جزء كبير من الرساله اللي الواحد يعملها انه بيسموها الاويرنس، ان احنا توصل الرساله للعالم يعني عشان يفهم التوعيه بالظبط اللي بيحصل حقيقتها، لان في تشوش جامد، يا اما متلخبطين مش فاهمين ايه المشكله، يا اما عندهم افكار مشتته. ناخد مثلا حاجه محدده على موضوع الاخوان في مصر، يعني لسه لغايه دلوقتي في قطع كتير من الاعلام الاجنبي من الاكاديميه في الغرب
بيتكلموا على اللي حصل في مصر في 30 يونيو، على انه انقلاب عسكري والاخوان والديمقراطيه ومش عارف ايه وبتاع. طبعا اللوبي الاخواني قوي جدا، فمن هذه الناحيه احنا طبعا بنعارض هذا، بندي صوره واقعيه افضل. ولكن من ناحيه ثانيه لازم نأدي صوره على اللي بيحصل للاقباط في مصر، انه مشاكل الاقباط ما توقفتش من بعد الثوره ده، بالعكس بتزيد بتتفاقم. بنحط كل شيء في الاطار بتاعه، لا بنضخم ولا بنصغر، لكن بنحط الاشياء في اطارها ونشرحها عشان يبقى في الناس تفهم، العالم يفهم اللي بيحصل في مصر ايه بصوره واقعيه، ويقدر يساند بصوره ايجابيه عشان الامور تتصلح لصالح مصر ولصالح الاخبار. النهارده كان اليوم الثاني، وبالامس كنا في الكابيتال هول بالنسبه، وكان معانا اعضاء كتير من الكونجرس مان، ومش بس من الكونجرس الامريكي، احنا كان معانا كمان ناس مؤثرين من كندا، من انجلترا، بعض اللوردات. أهمية إن إحنا، يعني أنا لاحظت إن الناس دي كمان عارفين مشكلتنا، نعرف مين اللي كان معانا بالأمس من الشخصيات الهامة اللي على مستوى العالم، وإيه اللي فعلا وصل لهم من حقائق. كان معانا امبارح في واحد سيناتور، وهو واحد على فكرة مرشح رئاسي. مين هو؟ تيد كروز. في كان عندنا المفروض كان يجي 12 كونجرسمان، اثنين كان في نفس اليوم في نفس الوقت في تصويت في الكونجرس. فاضطرينا نغير المواعيد عشان نظبط بالنسبه لعدد منهم، في اثنين ما لحقوش يجوا فاعتذروا، لك في النهايه جه 10 كونجرسمان برضو. برغم من كل شيء غيرنا السكيدول او التنظيم المؤتمر الاجنده عشان يقدروا يحضروا. حضر عندنا لورد من مجلس اللوردات في انجلترا، نائب من البرلمان الكندي، وقعدوا معانا واتكلموا. في حد ذاته كانوا بيجوا بيتكلموا بيديهم فرصة انهم يقروا ويدرسوا ويتفهموا الحقائق يعني. وبعد كده طبعا ما بيجوش، واحنا مش اي واحد يبعت له، اي حد يبعت له يروح يجي على طول، بيبقى فيها تواصل وعلاقات مستمرة. فدي دي دي زي ما بتقول الثمرة الباينة من جهد بيستمر طول الوقت يعني بدون توقف، تواصل معاهم ومع الستاف بتاعهم نشرح الحقائق. فدي في حد ذاتها بتبين الجهد اللي بيمشي وراه بنفس. سوري، انا كنت سعيده ان احنا سمعنا ان الناس داريانين حتى بحكايه كرولوس، اخر موضوع حاصل حد منهم، انا مش فاكره الحقيقه مين من اعضاء البرلمان الامريكي اتكلم، ده اسعدني جدا، ده اكيد مش عارفه لوحده، ده اكيد من مجهودات ايضا من حضراتكم والتواصل الدائم. يعني ده بيبين كمان انه الاخبار اللي بتحصل في مصر الناس بتفتكرها ما حدش داريان بيها، بتطلع في العالم كله في ثواني. كون واحد شاب عمره 19 سنة يعمل لايك في الفيسبوك وياخد 6 سنين، دي مهزلة، والعالم كله بيضحك على مصر. يعني القضاء في مصر بيسيء لنفسه وبيسيء لمصر بهذه الأحكام العجيبة. أنا محدش فاهم بتعملها ليه، دي بتاع دميانة وغيرها يعني. كل أسبوع تطلع لنا حالة الجلسات المهينة بتاعت العرفية، حاجات مرعبة، وفاكرين انها بتحصل في مصر ما حدش داريان بيها. العالم كله داريان، العالم بيكتشف. وطبعا ميزه المؤتمر انه لما بيجي المتحدث عشان يتكلم بيدور على اخر الاحداث عشان يبقى هو كمان اب تو ديت ويقول شيء، فبيجيبها وبيقولها ويبين امتعاض، يعني عشان الناس برضو تدرك في مصر. اذا ما كانوا ما يهمهمش سمعتهم بره خلاص، يبقى يعني حاجه عجيبه يعني. حضرتك قلت ان تيد مرشح انه يكون رئيس لامريكا، يعني لا، هو انت عارفه بتبقى في مرحلتين، مرشح كل حزب بيبقى في الحزب الجمهوري، يعني من كل حزب اولا في اللي عايزين يبقوا مرشحين رئيس الجمهوري عن الحزب، في داخل كل حزب في عدد بيتنافس، واللي يطلع منهم هيبقى مرشح الحزب. فهو واحد من 4 أو 5 يعني، لغايه دلوقتي ما اتضحتش الامور، من 4 أو 5 بيتنافسوا داخل الحزب الجمهوري عشان يبقى هو مرشح الحزب الجمهوري زي الحزب الديمقراطي. نعم. لكن هو واحد من المرشحين الاقوياء وله شعبيه، ما اعرفش هيبقى في النهايه هو مرشح الحزب ولا لا، لكن هي هتبان. ده مهم انه كان معانا يعني، الحقيقه مهم برضو. وهم نفسهم زي ما خدت بالك من اعضاء الكونجرس بيقولوا لازم تتوجهوا بالرساله للمرشحين في الكونجرس وفي الرئاسه على مشاكل الشرق الاوسط. خلي بالك ان احنا المؤتمر بنتكلم على مسائل الشرق الاوسط، واحنا ابتدينا في وضع كارثي اللي بيحصل في العراق. النهارده الصبح ولا امبارح بالليل في 50,000 عراقي بيهجروا من المنطقه معانا، داعش دخلت هناك والناس
بتهرب بحياتها وبأطفالها وعيالها، مش عارفة تروح فين، مهزلة يعني، كارثة إنسانية بتحصل. فلازم العالم يتحرك. وبرضه في نفس الوقت خلي بالك، احنا مش بس بن بن بنسير وبنلطم وبنقول الحقوا المشاكل دي، بنحدد المسؤوليه وبنلوم الغرب، وبالذات وبالتحديد السياسات الولايات المتحده. يعني كميه اللوم اللي اخذته الاداره الامريكيه، يعني يمكن انت شفت كان واحد من مساعد وزير الخارجيه الامريكيه موجود في المؤتمر امبارح، وكميه الانتقادات اللي اخذها الراجل، يعني كان مش عارف يرد في الاخر، وانتقادات من بتوع الكونجرس، وانتقادات من رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقلة، لأن في لجنة مستقلة مالهاش، مش تابعة للدولة ومش تابعة للخارجية، مستقلة خالص، وكان بينتقدوا قدام الناس. بالظبط. فكانت الإدارة قاعدة في موقف لا تحسد عليه، وانتقدناها في الكلمات بتاعتنا، في الكلمة بتاعتي قلت العامل الرئيسي من المصايب اللي بتحصل في الشرق الأوسط يرجع إلى السياسات الخرقاء للدول الغربية على رأسها أمريكا. إذا كانوا فاكرين إنه بيحموا نفسهم من الإرهاب عن طريق أنهم يسيبوا الإرهابيين يرعوا في الشرق الأوسط، ده كلام 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 يعني شرحناها بالتفصيل إنه كلام فارغ. ولا انقسامات ما بين الشيعة والسنة دي، إذا كانوا فاكرين دي هتؤدي إلى انشغال محلي، ده غلط، لأنه ده بيساعد على فلسفة وأيديولوجية الكراهية واستمرار العنف وخلق ماشين، يعني آلة العنف والغضب والكراهية، وكل ده بينصب في الآخر بيدفع ثمنه الأقليات الضعيفة، إذا غالبيا المسيحيين، بس مش بس المسيحيين، في أقليات أخرى في المنطقة بتدفع الثمن السياسات الخرقاء عموما. يعني اقصد انه يعني حضرتك شايف ان ده في النهايه بعد الانتقادات دي كلها اكيد ان هو هيروح ويتكلم، مش مجرد ان هياخد الانتقادات لنفسه ويسكت. لا طبعا، كانوا مساكلين وقاعدين، هو ده كانوا مجموعه، يعني هو كان المتحدث، لكن قال في اربعه معاه قاعدين بياخدوا نوتس وبيسجلوا، هيعملوا ايه بعد كده ما اعرفش، لان يعني سياسه الخارجيه. لكن هو دي ميزه في الديمقراطيات اللي زي امريكا، الضغط وتوصيل الرسائل بيؤدي الى شيء ما، لما يكون 10 او 11 او 12 واحد من الكونجرس بيتكلموا ضد سياسه الادمنستريشن الاداره والقاعدين والناس ومش عارف ايه، بيعرفوا انه في حاجه غلط، ما في، فلازم ياخدوها في الاعتبار. هياخدوها ولا لا ما اعرفش، لانهم عندهم العوامل الاخرى في الاستراتيجيه، عندهم الضغوط من ناحيه تانية، اللوبي بتاع الاخوان على فكره، يعني اللوبي بتاع الاخوان اذا كنا احنا بنعمل شيء هم بيعملوا قد اللي بنعمله ألف مره، وليهم نفوذ رهيب وتمويل ومش عارف ايه. فاحنا الى حد كبير جدا بنقوم بدور مش قادر تقوم بيه ولا اجهزه الدوله بشيء، لان اجهزه الدوله ما لهاش مصداقيه اصلا، في لانه التصادم الحاصل ما بين ارادتين بيخلي في حساسيه ما بين التعامل الرسمي ما بين الحكومات. فوجود منظمات مستقله ذات مصداقيه زي حالتنا بيدينا قدره ان احنا نتكلم كلام، لا احنا بكلام منصف، ما بنتشنجش ولا بنتجنى على حد، فبيبقى لينا تاثير مستقل يمكن يسمعوا له أكثر مما يسمعوا للحكومات اللي هي عارفين في تداخل وتضارب مصالح وعند وهذا إلى هذا يعني القبيلة. كمان كان في تواجد للإعلام، لإعلام بعض القنوات الأمريكية أيضا كانت متواجدة، ده شايف حضرتك برضو أهميته إيه؟ هو الإعلام يعني عشان أولا عشان مؤتمر بهذا الحجم الإعلام ما قدرش يتجاهله، لكن في نفس الوقت بياخد جهد عشان تدعوهم، لأنه برضو مش كل قضية بتهم الإعلام، الإعلام عايز يشوف قضية فيها شيء يهم الرأي العام عشان يعرضه. ففي طبعا اتصالات حصلت قبل كده مع وسائل الإعلام اللي في جاي وفي اللي ما جاش، أنا شفته في CBN كانوا متواجدين، الفوكس نيوز، وكان في قناة كاثوليكية، كان في كذا، وحتى الجزيرة جات وسجلت ولوجوس. فيعني في عدد من القنوات، وفي قنوات تانية جو بس الوقت قصير، أظن في فرنسا 24 ده جزء من عملية التوعية. الإعلام جزء أهم جدا، يعني من أنه توصل الرسائل الحقيقية، ما فيش يعني المؤتمر مفتوح، يعني ما هوش مؤتمر سري، لكن يهمنا أنه توصل الرسائل للجميع بوضوح. عجبني قوي عنوان فقرة من الفقرات اللي كانت في المؤتمر، انه الوضع في مصر مؤثر على الوضع في الشرق الاوسط ككل. يا ترى كان ايه اهم النقاط اللي ناقشتوها في هذه الفقرة؟
كان المفروض في 3 خبراء، بس في واحدة اعتذرت لأسباب مرضية. كان في واحد اللي هو إريك تريجر من واشنطن انستيتيوت، ودكتور هير بلندن من بريزيدنت اوف لندن سنتر، هما الاثنين خبراء في مصر، وهما الاثنين راحوا مصر كتير. لندن ده مثلا كان في مصر وقابل قابل السيسي وقابل ناس كتير جدا، فلو رؤيه عن اللي بيحصل في مصر، وادوا انطباعاتهم يعني مش بس كغربيين، لكن كغربيين متواصلين مع اللي بيحصل في مصر وايه طريقه فهمهم. طبعا ما نتفقش معاهم على كل شيء قالوه، لكن مهم جدا انه ننقل الصوره الثلاثيه بقى، ده غربيين بيكلمونا احنا على لما راحوا مصر شافوا ايه وتوقعاتهم ايه في المستقبل، وبعد كده بيدخل النقاش بقى هل وجهه نظر سليمه او يعني راي انه ايده ولا لا، دي مواضيع اخرى. لكن شيء كويس انهم كخبراء بيتكلموا بقوه. النهارده كان في خبير جنرال سكيلز اللي هو كان رئيس كليه الحرب، اللي هو كان درس فيها خد فيها شهاده المشير السيسي، طبعا مش ايامه بعد ايامه، لكن هو خبير في مصر وكان في مصر وقعد وقت كبير جدا متكلم مع السيسي، وحكى لنا يعني ملخص للنقاش مع السيسي دي كانت في جلسه النهارده الصبح، ووجهه النظر بتاعته ايه. وانت شايف انه وجود السيسي مبشر في نقله تانية لمصر؟ يعني بيقول لي عن تفاؤل حذر، بيقول انه الراجل عنده زي ما بيقولوا فتره زمنيه، لا فتره زمنيه لازم يعمل فيها يؤدي فيها لتوقعات الشعب. يعني هو توقعاته هو بيشوف انه قدامه سنتين، اذا ما نجحش في حلول جذريه للمشكلات الكبيره تواجهها مصر والشعب المصري، ما حدش يعرف يحصل ايه. الشعب اتعود بقى على ان يغير القيادات بتاعته، وسكيل شايف انه السيسي داريان واخد باله من الحكايه دي، واخد باله انه ما عندهوش يعني كارت بلانش. ما حدش بيدي حد كارت بلانش دلوقتي، لا احنا بندي ولا غيرنا بيدي ولا الشعب بيدي، خلاص في الحكام دي عندهم عقد يجوا ينفذوا سياسات تنجح اهلا وسهلا، ما تنجحش مع السلامه، واحد تاني غيره. ف يعني تفاؤل حذر زي ما سماه هو، وكلنا نرجو انه ينجح، لان المشاكل رهيبه جدا ومن اول ايام مبارك وتراكمات، وبعد كده السنين 3 سنين الاخيره دي كانت كارثه ورا كارثه، فيعني ربنا يعينه. لكن يعني هنشوف تصرفاته ازاي، يعني بما يخص كمان الاقباط لازم ان نشوف شيء واضح على حقوق المواطنه اللي تبقى. يعني للاسف الشديد المرشح السيسي قبل ما يبقى ينتخب كان بيتحاشى تماما انه يتكلم على الاقباط كمواطنين، بيتكلم على بيقول نعاملهم معامله حسنه، ديننا بيامرنا بذلك. لا، ما ده اسف الكلام ده مش مقبول. احنا منتظرين اتجاهه ايه يكون نحو المسيحيين في مصر. كمواطنين عايزين مواطنين ومساواه في المواطنه، في حقوق العباده، دور العباده في الوظائف، في المناصب، الجلسات العرفيه دي لازم، دي شغل القبائل، ده لازم ينتهي، لازم يقف. ده كلام لا يصلح القرن ولا ال20 ولا ال18 هذا، ده كلام احنا عايشين فين دلوقتي. ففي توقعات كتيره جدا. طبعا احنا في نفس الوقت متفهمين ان يعني المشاكل الصعبه الكتيره مش هيقدر يدي، ما عندوش عصايه سحريه، لكن لازم نشوف توجهاته ايه في كل الخطوط الرئيسيه اللي تهمنا وتهم كل المصريين. هل هيقدر يتحرك تحرك ايجابي في الخط على الاقل في الاتجاه الصحيح ولا لا؟ طبعا بنامل انه يكون في الخط الصحيح، في الاتجاه الصحيح وفي المسار الصحيح وبسرعه. نقول بقى المسيحيين اللي عندهم معاناه من اي حته في الشرق الاوسط ومصر، ازاي تواصلوا مع منظمه التضامن القبطي؟ يعني ما احنا كمنظمه احنا يعني التضامن القبطي للاباط، لكن في داخل احنا مع مجموعه من المنظمات الاخرى من سوريا والعراق ولبنان المسيحيين، منظمات المستقله، لان في منظمات لها اشكال مختلفه. هالمنظمات المستقله دي مشتركين مع بعض في مجموعه بسميها مشرق، اللي هي المشرقيه، اللي اتكلموا النهارده في بالظبط 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 بالظبط. فهم دول كل واحد فيهم
بيحاول يجيب مشاكل الكوميونتي بتاعته او المجموعه بتاعته في الشعب بتاعه. في عوامل مشتركه، في عوامل خاصه طبعا ما تمشيش على الكل، يعني اللي بيحصل في العراق او اللي بيحصل في سوريا مش زي بعض، ولا اللي هناك زي اللي في مصر، لكن في عوامل مشتركه انه 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 العامل المشترك الاكبر ان هي كراهيه ايديولوجيه الكراهيه والعنف موجوده في كل حته ومنتشره في كل حته، هي دي اللي بتحرك الكل. نمره اتنين، العامل الثاني السياسات الغربيه الخاطئه، فهم العاملين دول عاملين مشتركين، ازاي نتعامل معاهم وازاي نحدد الاستراتيجيه وازاي نضغط ونوجه تاثير العالم بحيث انه يحاول. في حاجات أنية لازم تعمل، الناس المشاكل الإنسانية بتاعت الناس في العراق مثلا وفي سوريا دول إيه، مناطق حماية ما أعرفش، يعني لازم هم يشوفوا أوضح. لكن في أجزاء تانية تتعلق بالدبلوماسية، بالسياسة، بالاتصالات، بما جميع حقوق الإنسان، بالNGOs والكلام ده كله، لازم يضغطوا بسكة تانية. فالعملية ليها كذا كذا جانب، فهم يعني مش مضطرين يتصلوا بينا مباشرة، يتصلوا كل واحد بالجامعات بتاعتهم وبننسق مع بعض في الأمور المشتركة. أي مؤتمر بيكون له أهداف وتوصيات، نقدر نقول وصلنا لكتير من الأهداف، احنا ويوم ونص المؤتمر لسه في باقي نص يوم، وبعض التوصيات برضو اللي حضرتك نطلع بيها المشاهدين. لسه التوصيات لسه هنشتغل على، في لجنة هتشتغل عليها. في لجنة حاليا شغالة دلوقتي على التوصيات العاجلة بالنسبة للعراق، العراق دي كارثة إنسانية تبقى يعني ما حدش عارف ابعادها دلوقتي. يكفي اللي حصل في العراقيين المسيحيين في العراق، انقرضوا من قرب 2 مليون ل 350 الف، والنهارده ممكن في توقعات اتقالت النهارده ان ممكن يبقوا صفر في خلال كام سنه. دي مهزله تاريخيه، يعني مش يعني حاجه تفوق العقل، يعني مش عارف. فدي في لجنه خاصه منعقد الوقت عشان نطلع ببيان خاص فيها. نعم. التوصيات العامه للمؤتمر برضو في لجنه تانية اشتغل فيها، لكن يعني قدامنا يوم او يومين ان شاء الله على ما نخلص ونقعد مع بعض ونشوف خلاصات الكلام اللي اتقال، لانه في كلام لما كمان عندنا 40 متحدث على الاقل، يمكن 42، كل واحد عنده افكار وعندنا احنا افكار، فلازم كل الحاجات دي تتطبخ مع بعض ونطلع بهاش. احنا منتظرين واكيد هنعرضها في برنامجنا للمشاهدين. لكن اخر رساله بتقول لها برضو للشعب او للمشاهدين اللي بيشوفنا والمسيحيين والمسلمين المعتدلين على مستوى العالم، ازاي يساعدوا علشان نحافظ ونقدر نساهم في حل مشاكل مسيحي الشرق الاوسط ما بعد الربيع العربي؟ الرساله الهامه انه بلاش الكسل وبلاش التواكل، الناس تنام وتقعد تتفرج على الاخبار وتشتم او تنتقد او تتمنى او تامل او تعمل اللي عايزاه وتشجي وتدين وتقعد ساكته، ده ما ينفعش. على الكل اللي عايز يعمل حاجه بايده، ما فيش حاجه بتما يعني، حتى ربنا ما بيحلش بينجحش حد في الامتحان ما ذاكرش، هي كده باختصار. صح. عايز تنجح تذاكر، انما ما تذاكرش وتقعد تصلي ليل نهار وتقول يا رب نجحني، مش هتنجح. في نفس الوضع اللي احنا فيه ده، في المشاكل دي عايزه تداخل ايجابي، ان الواحد يمد ايده ويشتغل، يمد ايده ويعمل تحالفات مع الناس اللي بتشارك معاه في 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 في, في, في الافكار دي، وتضغط توصل رسائل للحكومه في مصر، للعالم للمجتمع الدولي، عشان هي دي الرساله الرئيسيه المطلوبه من المشاهد العادي، انه يبقى يدخل وفي العمليه ويتفاعل بالظبط ويكون ايجابي، ما يكتفيش بالشكوى قعدة الكنبة والتواكلية. يعني التواكلية غير الاتكال على الله، التواكلية ان سيبها كده وانسى وما ليش دعوة، انا والانانية، لان في جزء كبير من الانانية بالذات في الغرب، كمية الانانية الواحد بيشوفها الناس بعد ما عاشت في بلاد فيها حرية وتاكل واحد مصلحته وهمومه المحلية والانية والشخصية. فياريت الناس تخف شوية، يعني مش هتقدر تزيلها خالص، تخف شوية ويبقى عندها شوية اهتمام باللي بيحصل في أهالي الناس، لأنه كان ممكن يكونوا في نفس الوضع هناك وفي تحت نفس المعاناة. أستاذ عادل الجندي، شكرا حضرتك جدا وبالتوفيق في كل المؤتمرات، وإن شاء الله لازم نكون إيجابيين أكتر. شكرا يا فندم، ألف شكر. شكرا.
مشاهدينا معانا ومع حضراتكم قدس ابونا دوماديوس من كنيسه سان مارك دي سي. برحب بقدس ابونا في قناه الكرمه. اهلا بيك دكتوره، منورين واشنطن. ربنا يخليك. النهارده ليه قدسك اهتميت انك تحضر اجزاء من المؤتمر النهارده؟ مؤتمر نقول ما بعد الربيع العربي لمسيحي الشرق الاوسط ما بين الاضطهاد والتمييز. يعني لاسباب كتيره، بس اقدر اقول في ثلاثه اساسيين: سبب شخصي خصني انا شخصيا، سبب ككاهن، وسبب قومي. السبب القومي ان ده بيتكلم على الاقليات في الشرق الاوسط كله، وسبيشالي المجموعه القبطيه في واشنطن، وليا دور ان انا اشجع اي عمل سبيشالي في مصر اليومين دول مع الحكومه الجديده والانتخابات الجديده والاستحقاقات بتاعه البرلمان. في الجو ده اي ثينك ان احنا ونيد ان احنا يبقى عندنا نعمل سبورت لبعضينا وللبلد. ده السبب القومي او الناشونال. السبب ككاهن ان الجروب اللي بينظم هنا من عندنا من الكنيسة، وعاوز اسندهم وعاوز اوري لهم ان الكنيسة في نفس التفكير معاهم، وبنشجعهم علشان يكونوا هم سبورت للبلد وبرضه للي جاي في مصر. السبب الشخصي ان المسيح له المجد بعد قيامته في سفر الاعمال. سفر الاعمال كله احنا سامين دلوقتي صوم الرسل، فسفر الاعمال بيقول ازاي القيامه بتاعه المسيح الاباء ادوها للاخرين. الاخرين دول تشمل حاجتين: اليهود والامم. فبرضه احنا دلوقتي محتاجين ان الايمان بتاعنا شخصيا نسبريدت ونسبورت الناس اللي محتاجين القيامه. فاحنا عندنا دلوقتي شعبنا القبطي المصري والاقباط فيه، نمره اتنين الاقليات اللي حوالينا بقى في سوريا وفي العراق. فالنهارده انا على المستوى الشخصي عايز اعرف ازاي اعرف اساعد الناس دول، وازاي نحس بالامهم اتليست نشاركهم، ولو في طريقه نقدر نساعدهم ما نكونش بس مجرد يعني سامعين، بس لازم نكون عاملين معاهم. تفتكر ازاي يا قدس ابونا نقدر ان احنا نشارك المسيحيه الشرق الاوسط عموما؟ يعني احنا شايفين العراق والاحداث اللي بتحصل في العراق، شايفين كمان سوريا واللي حصل كل الوقت اللي فات في سوريا، لبنان من وقت للتاني، يعني نقدر نقول ان كل البلاد العربيه فعلا بتعاني. فازاي مصر، واحنا يمكن كان فاكره مؤتمر مهم جدا بتقول ان مصر يعني دوله مؤثره جدا في الدول كل الشرق الاوسط كله، ولما تقوم مصر ان شاء الله تقوم بقيه الدول العربيه وتتظبط الدنيا فيها. ازاي كمسيحيين نقدر نشارك المسيحيين في كل الدول العربية التانية؟ انا هتكلم من واقع ان انا كاهن في الكنيسة القبطية الارثوذكسية. انا شايف ان في خدمتين: خدمة في مصر وخدمة في المهجر. في مصر دلوقتي احنا عندنا ناس كتيرة من العراق موجودة في مصر. ده في دلوقتي مدن في مصر زي 6 اكتوبر او بعض الاماكن فيها جاليات سريانية وجاليات عراقية واردنية وكتيرة. فالنهاردة لما الكنيسة القبطية في مصر تتفتح للجاليات المسيحيه اللي جايه من الشعوب دي، يبقى لهم اجتماعات وليهم قداسات، ونخدمهم ونفتح كنايسنا ليهم ونصلي معاهم ونفتقدهم ونزورهم ونوري لهم المسيح بشكل عملي في مصر. اي ثينك ده يعني الكنيسه القبطيه كانت رائده في خدمه الافارقه في وقت معين، لكن دلوقتي الضروره موضوع خدمه الجاليات اللي هم جولنا مصر. في المهجر نفس الحكايه. في المهجر احنا عندنا النهارده كل كنيسه عندنا حوالينا جاليات عربيه وجاليات من البلاد دي، محتاجين نروح لهم وندعيهم لكنايسنا ونعمل معاهم عمل محبه ونحس بيهم ونعرف مشاكلهم، مش بس من ناحيه انسانيه ان اللي حصل معهم احنا دقناه وممكن يحصل معانا احنا مش نفس الشكل، بس برضو لان ده المسيح مخلص العالم، ما ينفعش نشوف الوضع ده وما ناخدش خطوات ايجابيه معاه. لو قلنا الفقره الاخيره من المؤتمر دلوقتي اللي شفنا قد ايه ان في ناس معنيه بانه يوصلوا صوتنا للحكومه الامريكيه وتكلموا كمان عن موضوع المساعده اللي بتتعطى لمصر والمشاكل وانه ازاي احنا لسه بنحارب، يعني قدسك تقول ايه برضو؟ يعني ممكن الكلام قال لك شويه ان احنا الحكايه صعبه، لكن من خلال الحوارات اللي تمت او من خلال السبيتشز اللي تمت دلوقتي نقدر نقول في امل انه امريكا يعني تقدر تغير سياستها واتجاهاتها ناحيه مصر والشرق الاوسط؟ شوفي، احنا املنا مش في بلد مهما كانت، احنا املنا في ربنا نفسه. بس اللي انا شخصيا استفدته من الكلام ده ان احنا محتاجين ننظم نفسنا كاقباط اكتر. احنا في كل ولايه لينا كناس قبطيه ولينا ابروشيات قبطيه، بس ستيل بنشتغل في جزر منعزله. فاللي انا استفدته من الكلام ده احنا عايزين نشتغل على دايرتين
قبل ما نبتدي نتكلم مع الحكومات الأجنبية. الدائرة الأولى دائرة الكنيسة القبطية، نحن نتجمع كلنا بقالنا لوبي قبطي في 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 المهجر. نمرة اتنين، الأقليات الأقليات القليلة في كل الشرق الأوسط نقدر نتوحد معاهم على كل المستويات الأديان، مش بس الأقليات المسيحية. يعني كان التعريف اللي اتقال هنا الأقلية مش بس المسيحية، الأقليات العرقية والأقليات المضطهدة على كل مستويات الديانات أو مستويات البلاد. فالنهاردة لو أنا اشتغلت على المستويين دول I think إن مع الإيمان في ربنا I think إن الخطوة اللي بعد كده في أمل كبير فيها. يعني نقدر نقول ان في دايما سؤال بيتسال من المعانين، يعني اللي الناس بتعاني بالفعل، وبتقول انتوا بتعملوا مؤتمرات وفي افخم الاوتيلات وبتقعدوا، وايه اللي بينعكس علينا احنا؟ يعني ده سؤال دايما بنسمعه، تقول لهم ايه؟ ما هو المبنى علشان يطلع لازم يبقى فيه فاونديشن، لازم نتعب ولازم نعمل المجهود ده. احنا مش المسيح له المجد مش هيحاسبنا على الثمر، لكن هيحاسبني ويسالني على الزرع. انا دوري ان انا ازرع، ممكن الثمر مش انا اللي اشوفه، ممكن الجيل اللي بعد اللي يشوفه، بس اتليست اكون انا عملت دوري. فانا مش مطلوب مني ازرع واجيب ثمر، لكن مطلوب اتليست ازرع، وده اللي قصادي وما فيش قصادي غيره. فاعمل الخطوه دي وامل في ربنا انه هيبارك فيها وتيجي الخطوه اللي بعد كده. نشكر قدسك وجودك معانا، تشرفنا بقدسك جدا. مشاهدينا ما زلنا مع حضراتكم وبنغطي لحضراتكم المؤتمر الخامس لمنظمة التضامن القبطي مسيحي الشرق الأوسط بعد الربيع العربي ما بين التمييز والاضطهاد، ومعانا دكتور عصام عبد الله كاتب والأستاذ الفلسفة المعروف. برحب بحضرتك دكتور عصام. أهلا وسهلا. حضرتك كان ليك كلمة النهاردة في المؤتمر، كانت عن إيه يا ترى؟ وناخد رأي حضرتك في المؤتمر ككل. هي كانت بعنوان يمكن صادم شوية، الأقليات في العراء، خاصة بعض التطورات اللي مر بها الشرق الأوسط يمكن من ما بعد ما يعرف بالربيع العربي سنة 2011 للنهاردة، وتطورات طبعا غيرت شكل المنطقة رأسا على عقب. تقصد العراق ولا؟ أنا أقصد كل الشرق الأوسط، لأنه لا توجد بلد فيها مسيحيين أو أقليات بالمعنى الواسع ألا ما حصل فيها اضطرابات بشكل أو بآخر. طبعا العراق وسوريا دي الأمثلة الواضحة، لكن عندنا في مصر في المسيحيين بيتعرضوا للاضطهاد، هو الأول من نوعه في تاريخهم، لم يحدث لا في عهد مبارك ولا السادات ولا عبد الناصر ولا حتى في عهد الإخوان المسلمين. زي إيه اللي أنت شايفه في مصر؟ يعني أكتر حاجة بارزة وأقوى من أي عهد سابق؟ زي ان بقينا دولة فاشلة، بقينا شبه دولة، بقينا دولة رخوة لا يوجد فيها تطبيق للقانون، بل ان القوانين بتسن من اجل محاربة الاقباط تحديدا، مثل قانون الزرع الاديان. ولدينا مثل شهير حاليا في المدرسة الغلبانة ديميانا. فالآن الزرع الأديان يمارس ويطبق على المسيحيين في مصر كنوع من زيادة الضغوط عليهم من أجل التهجير، من أجل استخدامهم كورقة خارجية، وهو استمرار لنزيف الاضطهاد اللي بيتعرض ليه الأقباط في كل المجالات. يعني حضرتك احنا نقدر نقول برضو ان بالنسبة للتوعية للامريكان او لاعضاء الكونجرس بالمشاكل اللي بتحصل في مصر لسه ما فيش توعية كاملة؟ التصور ده جزء، لكن الجزء الاكبر ان هناك خلاف دولي. يعني النظام الدولي نفسه بيتعرض لاضطراب معين لم يرسى على اسس بعد، المصالح وليس المبادئ هي التي تحكم النظام الآن، بدليل فشلهم في سوريا وفي العراق وفي أماكن كثيرة. ولكن كون أن يستغل الراديكاليين الإسلاميين هذا للتنكيل بإخوتهم المسيحيين في الشرق الأوسط، هذه هي الجريمة، وهي جريمة سيحاسبوا عليها إن عاجلا أم آجلا. دكتور عصام، دايما السؤال اللي بيتسأل من المسيحيين اللي بيعانوا، المؤتمر ده هيعود عليهم بأي فايدة؟ وهم بيقولوا احنا مش بنشوف فايدة من المؤتمرات دي. لا أتصور، يمكن كان قبل كده الكلام ده كان وارد، النهاردة لا، لأنه العالم كله مهتم بالشرق الأوسط. الشرق الأوسط يغري تغيير خرائط بالكامل فيه، في مشكلتين كبار موجودين في العراق وبسوريا، الأنظار كلها تتوجه
إلى الأقليات ومستقبل الأقليات، ومنها بالتأكيد الأقليات المسيحية إلى أين تسير. لكن هذه الضغوط بتأخذ وقت علشان تؤتي ثمارها، ما بتبقاش بين يوم وليلة يعني، لكن إحنا بنعمل الجزء اللي علينا وبنوصل الصوت، وهم بيستمعوا كويس جدا. ويكفي أنه امبارح والنهاردة كان في الفيجرز من الكونغرسمان، كان في الفيجرز من وسائل الإعلام ومنها قناة الكارما وفوكس نيوز، يعني كل القنوات الكبيرة الموجودة في الولايات المتحدة كانت بتنقل بالصوت والصورة كل ما يتم والمناقشات. زائد انه القضية ما هياش أقباط مصر بس، هذا المؤتمر احنا بنتكلم على أقليات متعرقة، معنا سوريان وكلدان وأشوريين وجزء من الأكراد وجزء من، يعني أنا عايز أقول حتى أخواتنا المسلمين بعتين كلمة هنا وبيقول لك احنا بننصركم، احنا لا نوافق على ما تمارس ضدكم من ضغوط ومن قتل ومن تهجير ومن سفك دماء واضطهادات ما انزل الله بها من سلطان. يعني اذا احنا امام حشد، هذا الحشد الكبير في هذا التوقيت سياتي ثماره قريبا ان شاء الله. تقول ايه ايضا للمشاهدين اللي عايزينهم يشاركوا بشكل ايجابي في حل المشاكل دي ايضا، ونصيحة ايضا لكل المصريين المقيمين في الخارج، اكيد كل واحد ليه دور مهم جدا، تقول لهم ايه؟ يعني هقول له في لحظة واحدة تذكر انك انت رئة ثالثة لمصر كلها. يعني مصر الان بتعاني من مشاكل يعني لا حصر لها، أولادها اللي في الخارج اللي عندهم مساحة أنه يتنفسوا أكسجين أكتر، عندهم مساحة أنهم يعترضوا، أنهم يقولوا، أنهم يبعثوا تبرعات، أنهم يشاركوا في مؤتمرات، يعني أي شيء يقدر المصري النهاردة. والمصري معروف أنه جدع، والست معروفة أنها جدعة المصرية، وبيسدوا في وقت الزنقة، ومصر الوقت محتاجة كل إنسان في الخارج. كان في حتى حد من الكونجرس من اعضاء الكونجرس كان بيقول ان هو عايز الناس تتواصل معاه، مش متذكره ده كان فين، هي مكان اعتقد في فريزنو او حاجه زي كده، وكان بيقول يعني هم نفس اعضاء الكونجرس كمان بيحاولوا ان هم يقولوا لنا احنا لازم نتواصل معاهم علشان نوصل لهم كل اللي بيحصل. شايف ان احنا في تقصير في الموضوع ده؟ انا شايف ان في يعني مش عايز اقول تقصير، لكن عايز اقول احنا مش لاقطين كأقليات موجودة في الخارج الموجة الجديدة اللي ماشية النهاردة في العالم، أنه بعد 100 سنة من مخطط سايكس بيكو سنة 1916 بيعاد رسم وترسيم حدود الشرق الأوسط من جديد. هذه الحدود للسادة المشاهدين بس عشان يبقوا واخدين بالهم، رسمت وخططت من أجل الأقليات. فإذا النهاردة لما هم بيطالبوا بالتواصل هم عايزين يسمعوا ويعرفوا إيه اللي عايزاه الأقليات بالضبط، لأن في خطط جديدة بترسم، وفي دول وفي شبه دول، وفي دول بتتقسم لثلاثة، ودول بتتقسم لأربعة، ودول بتتفتت، ودول فاشلة، ودول منهارة، ودول رخوة. يعني أين وضع الأقليات؟ فإذا ما كناش إحنا اللي نقدر نقول إحنا فين وعايزين إيه وإزاي، ما هنقول إمتى؟ إذن المؤتمرات دي مهمة، التواصل مع أعضاء الكونجرس، التواصل مع كل واحد في أنحاء العالم مننا كمصريين أو كعرب، ده مهم جدا جدا. أنا أتصور والدور كمان اللي بيلعبه القنوات الفضائية المحترمة، خليني أقول لك بين قوسين، في توصيل هذه الرسالة أهم بكثير، لأن إحنا عملنا هذا المؤتمر وما حدش غطى، طب إيه النتيجة؟ حضر لنا أهم ناس وما والعالم ما عرفش بيه. فإذا إحنا محتاجين، لا محتاجين زي ما تقال النهاردة إن يبقى في بنك للمشرق كله، محتاجين دعم للقنوات الفضائية المحترمة في الرسالة الإعلامية، محتاجين كل إنسان يساهم باللي يقدر يقوم بيه. إحنا يعني أنا ما بنحددش ده يعمل إيه وده يعملش، يعني أنا في مجالي أشتغل في الحتة بتاعتي، لو كل واحد بس قدم الحتة بتاعته، لأنه بالفعل 100 سنة اللي جاية في الشرق الأوسط هتبقى تختلف عن 100 اللي فاتت، لأنه النهاردة العالم بيحتفل ب100 عام على الحرب العالمية الأولى، ودينا شايفين ما يجري في الشرق الأوسط وبالذات مع الأقليات.
يعني نقول في أمل إن شاء الله. وآخر حاجة هسأل عنها، بعد اختيار السيسي رئيس لمصر، حضرتك شايف أيضا هناك أمل لتغيير حال المسيحيين؟ إحنا لسه الأحداث دي زي ما بنقول دميانة أو كرولوس في أوائل عهد السيسي، إحنا بنقول لسه بقيله يعني ليه فترة صغيرة، لكن في أمل إنه يغير، في أمل إنه يشعر باللي إحنا فيه، ولا الأمل؟ يعني أنا عايز أقول كلمة واحدة، نتطلع نأمل أن يكون عهد الرئيس السيسي أفضل من العهود السابقة حتى يكتب اسمه في التاريخ بحروف من نور، لأنه الأقباط تعبوا 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 يا رئيس، كفاية بقى، كفاية كفاية، عايزين حد ينصفهم، لأن ده إنصاف لمصر، ده مش إنصاف لفئة، لأنه لما العالم كله بيعرف ان في حقوق انسان وان في مساواه وان في عداله، لان المصري يستطيع ان يتحمل الفقر، والكلام ده على لساني وعلى مسؤوليتي سنين، لكن لا يستطيع ان يتحمل غياب العداله لاشهر، فالاقباط بقالهم سنين بيعانوا من غياب العداله، نتعشم ونامل في عهد الرئيس السيسي ان تتحقق العدل ليصبح الرئيس العادل الاول في الجمهوريه الثالثه في مصر. أمين، احنا بنضم صوتنا لصوت دكتور عصام، وعندنا أمل كبير إن شاء الله إن رسالتنا توصل للسيسي، عايزين الرئيس العادل. نشكركم.